معانا يا فندم من القاهرة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. كده يبقى نصيبكم من الخسائر 10 مليون جنيه يا فندم، تمام؟ خسائرنا في خلال اليومين اللي فاتت بالحرائق اللي حصلت، خسائر بتغيير خطوط السير، بمقاومة اللي بيحصل ده، في حدود 10 مليون جنيه في خلال اليومين اللي فاتوا دولت إن شاء الله. طيب يعني معلش فندهم لي بقى شوية كده يا فندم، كم أتوبيس اتحرق، بتقولي تغيير خطوط سير، أفهم وحدك. هو لما بيحصل عندنا، إحنا منتشرين في جهاز عندنا اسمه جهاز الرقابة الميدانية، ده منتشر في جميع ميادين القاهرة والمحطات الرئاسية. لما بيحصل أي مشكلة بيتم إبلاغ غرفة عمليات خاصة بهيئة النقل العام، بنبلغ شرطة النقل والمواصلات ومباحث النقل، بيتم تغيير الخطوط، بيتم منع دخول السيارات المناطق اللي فيها مشاكل، بالإضافة إلى لو في حرائق زي عندنا حاليا دلوقتي، ابتداء من يوم الأربع اللي فات لغاية النهاردة الفجر، في حدود 12 أتوبيس تعرضوا لحرائق، بالإضافة إلى في حدود 10 أتوبيسات تم التعدى عليهم بكسر إزاز، بحذف طوب، حاجات زي كده. في منهم من الأتوبيسات الجديدة يا فندم؟ الأتوبيسات الجديدة الحمد لله، كان فيه أتوبيسين فقط لا غير من الأتوبيسات الجديدة، تم السيطرة عليهم بواسطة السواق والمحصل بطفايات الحريق. كل أتوبيس بيبقى مجهز بعدد 2 طفاية حريق بسعة 6 كيلو، تم التعامل مع الحريق. لكن القديم طبعا ما فيش فيه الإمكانيات دي، واضح برضه. لا هو فيه برضه يعني فيه 7 أتوبيسات حريق بسيط تم السيطرة عليها في بداية الحريق، لو تم السيطرة عليه نقدر تقدروا تلحقوا الموضوع. ولكن في 5 أتوبيسات حريق شامل، بيتم سكب بنزين على الأتوبيس من الداخل والخارج ونزول الركاب وضرب نار، فالأتوبيس لما بيتعرض للحرائق شاملة، الطفايتين الحريق ما بيقدروش يعملوا حاجة، فبينتظروا لغاية المطافي بتيجي وتطفي الأتوبيس، ده بيبقى حريق شامل. في حريق شامل عدد 5 أتوبيس، بالإضافة إلى في امبارح في المطرية، ولكن الحمد لله بمساعدة الأهالي وسائق القطار اللي هو المترو مصر الجديدة، سكبوا بنزين قدام الترماي أو المترو مصر الجديدة، السواق وقف ورجع بالخلف، وبعد كده الركاب وقفوا قدام المترو، بنشكرهم على الموقف اللي وقفوه وقدروا ينقذوا المترو. يعني ما هي مش خسائركم لوحدكم يا فندم، هي خسائرنا احنا، يعني كل الحاجات دي اصلا معموله لخدمه المواطن المصري والتسهيل عليه، والخسائر دي احنا اللي بندفعها، والحاجات اللي حضرتك بتشتروها دي برضو بتشتروها من فلوسنا. فقول لي يا فندم، يعني احنا بنتكلم كده 10 مليون في اليومين اللي فاتوا، لكن عندنا احصائيه اجمالي الخسائر في الفتره اللي فاتت، يعني من بعد 30 يونيو او من بعد 25 يناير تقسيمتهم. من بعد 25 يناير خسائر هيئه النقل العام تعدت ال 100 مليون جنيه. ده من بعد 25 يناير تعدت ال 100 مليون جنيه. ولكن العمليه مش صعبه قوي بالنسبه لنا الحمد لله. احنا بنشكر الدوله، في خلال السنه اللي فاتت تم توقيع عقود كويسه جدا، ده ما حصلتش قبل كده في هيئه النقل العام. استلمنا 200 اتوبيس ان هم الزرق اللي شغالين حاليا دلوقتي، وخدمنا مناطق جديده ما كانتش هيئه النقل العام وصلت لها. في 150 اتوبيس ان شاء الله هيتم استلامهم، اللي هو العقد الثاني اللي احنا مضيناه في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله، بالاضافه الى المنحه الاماراتيه، لهم منا كل الشكر والعرفان للمشايخ والاخوه العرب الامارات
الاماراتيين. احنا عينا وفحصنا العينه الاولى من المنحه الاماراتيه 300 اتوبيس اللي هيتصنعوا في مصر، بالاضافه الى 300 اتوبيس هيجوا راسا من دوله الامارات الشقيقه. دولت في خلال اكتوبر ونوفمبر ان شاء الله. خلي بالكم منهم بقى يا فندم. احنا والله العظيم مش يعني هتصدقيني لو قلت لحضرتك. اتفضل يا فندم. عمال عمال وهم بيبلغوني ان في اتوبيس حصل فيه كذا، ان السواق بيعيط وهو بيبلغني. طب شكرا جزيلا المهندس هشام عطيه رئيس هيئه النقل العام، شكرا على وجود حضرتك معانا. برضو في الموضوع ده احنا معانا تقرير له علاقه بالحاله بشكل عام، وسائل النقل والمواصلات او حالات قطع الطرق للمرافق العامه، المترو، وسائل التامين، ازاي بيتم التعامل يعني من خلالها علشان يعني نقدر نسيطر على الوضع ونسيطر